انتشر في الفترة الأخيرة مقطع فيديو لشخص يشبه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وهو يستعرض مهاراته في اللعب بإحدى كرات التنس، وقد ظهرت عليه زيادة بالغة في الوزن. وبالرغم من تصوير الفيديو بشكل احترافي ومن زوايا مختلفة، إلا أن البعض اقتنع أن من يظهر في الفيديو هو دييغو أرماندو مارادونا، في حين أن المقطع المتداول يقع ضمن مشاهد فيلم سينمائي إيطالي للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الفيلم يسمى يود. تجدر الإشارة إلى أن دييغو أرماندو مارادونا حاليا يعمل مدرب لإحدى الأندية المكسيكية، وحالته الصحية مستقرة ولا يعاني من أي سمنة مفرطة. فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم الفيديو المرجو عمل إعجاب وكتابة أي ملاحظة من خلال خانة التعليق، وشكرا على انتباهكم.